أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة معكم وفتاوى الناس، لقاء يومي متجدد نتواصل مع حضراتكم فيه على الهواء مباشرة، نستمع إلى أسئلتكم واستفساراتكم وأيضا ما تتعرضون له من بعض المشكلات في أمور الدين والدنيا. مشاهدينا الكرام، أيام قلائل تفصلنا عن هذا المشهد العظيم الذي تتعلق به القلوب، قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض يتوجهون إلى بيت الله الحرام. أيام قلائل تفصلنا عن شعيرة الحج التي تهفو إليها نفوس المسلمين. معكم إن شاء الله نتحدث اليوم عن أحكام الحج، وفي تواصلنا معكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن بينها موقع فيسبوك، على صفحتنا سؤال: لماذا فرض الحج مرة واحدة؟ أرحب بضيفي الكريم الذي نسعد به دائما أو غالبا في حلقة الأحد من كل أسبوع، فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بك فضيلة الدكتور. وقبل البدء أذكر حضراتكم بأنكم يمكنكم أن تتواصلوا معنا دائما من خلال أرقام الهاتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة، أو من خلال تواصلكم معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أهلا بك يا دكتور مجددا. أهلا وسهلا، وكل عام حضرتك بكل خير. يعني أعتقد بضعة أسابيع تفصلنا عن شعيرة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. إذا ما بدأنا بهذا الركن وتأملنا فيه وتحديدا شروطه التي وضعتها الشريعة الإسلامية، ما هي شروط الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهنيئا لكل من كتب الله له سبحانه وتعالى الحج في هذا العام، وهنيئا لكل من متعه الله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة التي هي رحلة العمر، لأنها قد لا تكون في العمر إلا مرة. نعم. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويعتبر هو الركن الذي فيه أكبر مشقة في أركان الإسلام كلها، لأنه يحتاج إلى الاستطاعة المالية والبدنية، وفيه كثير من التنقل، وفيه كثير من الأمور التي قد تصعب على البعض إلا بما يسره الله سبحانه وتعالى. طيب، إيه هي شروط الحج؟ فيه شروط يعني بتشترك ما بين الحج وبين غيره من أركان الإسلام، وفيه شرط خاص بالحج. أما الشروط العامة هي الإسلام والبلوغ والحرية، هذه شروط الحج العامة التي تتفق مع بقية أو مع بعض أركان الإسلام الأخرى. الحرية بمعنى إيه؟ الحرية يعني ألا يكون عبدا، ألا يكون عبدا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. وعلى هذا الشرط انتفى مع تطور الحياة؟ معلش، ولكن مذكور في كتب الفقه أن العبد، يعني لو تصورنا أنه العبودية رجعت مرة أخرى، هل لها حكم أو ليس لها حكم؟ لها حكم، يبقى الحكم حتى وإن زال محله، ولكن حتى لو رجع المحل مرة أخرى أدركنا حكمه. تمام. فالإسلام والحرية والبلوغ هذه شروط عامة. أما الشرط الخاص بالحج هو شرط الاستطاعة، وهو شرط مهم، ولذلك ذكره الحق تبارك وتعالى لمن استطاع إليه سبيله، لأن الاستطاعة شيء مهم جدا 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 في الحج. ولما أرادوا أن يفسروا الاستطاعة قالوا هي الزاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة على السفر والتنقل من الأماكن المختلفة. طيب، الإسلام والبلوغ والحرية هذا معروف، وهذا من الشروط العامة التي تقال في كثير من الأحكام الشرعية. نيجي بقى عند الاستطاعة، ما معنى الاستطاعة؟ قالوا أن يكون عنده من الزاد والراحلة ما يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا. طيب، لو احنا تصورنا ان الحاج عنده ما يبلغه الى الحج ذهابا وايابا، في مسألة تانية، هل لو عنده اموال تبلغه الى الحج فقط، هل هو مكلف في هذه الحالة بان يترك لاولاده نفقة ينفقون منها في فترة غيابه عنهم؟ يعني هل هذا يدخل في حد الاستطاعة، ام ان حد الاستطاعة فقط هو ان يكون عنده المال الذي يتبلغ به الى الحج؟ قالوا لا،
أن يكون هذا المال فائضاً عن حاجته وحاجة من يعول. يعني إيه؟ يعني لو هو إن لو إن الحاج عنده مال، هذا المال يكفيه إما أن يحج وإما أن ينفق به على أولاده في هذه الفترة. أيهما أفضل؟ ينفق على أولاده أم يذهب إلى الحج؟ قالوا لا، ينفق على أولاده أولاً. نعم. تمام؟ طيب. لو عنده مال يستطيع أن ينفق على أولاده أو يترك لهم ما ينفقون منه حتى يرجع إليهم، وعنده مال فائض وزائد عن هذه الحاجة ويستطيع أن يذهب به إلى الحج، في هذه الحالة خلاص أصبح مستطيعا ماليا لأداء الحج. طيب، الاستطاعة المالية تكفي للحج؟ قالوا لا، ده لازم يكون كمان فيه استطاعة بدنية. ليه؟ لأنه من الجائز ومن المتصور أن نجد من يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا، مثل من قالوا مثل المريض مرضا يقعده لا يستطيع أن يقوى على ركوب الراحلة، أو لا يستطيع أن يتنقل في أماكن مختلفة لأنه كبير في السن، عنده مرض يعجزه ويقعده عن الحركة. طيب، هل هذا المريض واجب عليه أن يحج ولا لا؟ قالوا إذا كان هذا المرض دائم معه وأصبح عاجزا عجزا كليا لا يستطيع معه الحركة فهذا لا يخرج إلى الحج. طيب، لو تصورنا أن احنا عندنا واحد مريض هذا المرض المقعد الذي لا يستطيع معه الخروج إلى الحج، هل الحج أصلا واجب عليه أم أنه لا يجب عليه؟ هنا بقى في مسألة. ليه؟ لأنه لو كان الحج غير واجب عليه أصلا لعدم الاستطاعة، يبقى حتى لا يجب عليه أن يوفد عنه غيره للحج. إذا توفر المال ولم يستطع هو بدنيا، لعدم الاستطاعة البدنية، فليس عليه. اختلفوا هل هو شرط وجوب ولا شرط للأداء بالنفس. يعني لو أنا عندي مال تمام قادر ماليا ولكن لا أستطيع أن أتحرك ببدني لأني مريض، هنا بقى المسألة، هل الحج واجب علي أصالة أم أن الحج قد سقط عني لعدم الاستطاعة البدنية؟ فاختلفوا، هل الاستطاعة البدنية تجعل الحج، تجعل هذا الشرط شرط وجوب ولا شرط أداء بالنفس؟ يعني إيه شرط وجوب ولا شرط أداء بالنفس؟ لو كان شرط وجوب يبقى أنا لا يجب علي الحج أصالة، يبقى لو أنا ما حجتش وما أوفدتش عني واحد يحج عني خلاص هو أصلا الركن سقط عني. ليس شرط وجوب. ليه؟ لأن شرط وجوب، وشرط وجوب الحج أن أكون قادر على أدائه. فبعض الفقهاء قالوا إنه شرط وجوب، منهم الإمام أبي حنيفة قال ده شرط وجوب. يعني ايه؟ يعني هذا الركن لم يصادف محلا عند هذا الشخص لانه لا يستطيع بدنيا ان يقوم باداء الحج. او بمعنى اخر، اذا كنت انا مستطيع بدنيا فوجب علي الحج، هذا معنى شرط الوجوب. ده هو الفقهاء اتفقوا على انه اذا توافرت الاستطاعه البدنيه والماليه وجب الحج. انما احنا بنقول ايه؟ لو انه مستطيع ماليا ولا يستطيع ولا بدنيا، هل الحج واجب عليه أصالة ولا غير واجب عليه لعدم الاستطاعة البدنية؟ هنا حدث خلاف بين الفقهاء. طيب، أستأذنك في اتصال عشان نسترسل فيها. أستاذ أحمد من بني سويف، اتفضل. اتفضل يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد سامعينك، اتفضل. أيوة، ما حكم التأمين على السيارة ضد الحوادث؟ حكم التأمين على السيارة، ما حكم التأمين على السيارة ضد الحوادث؟ ماشي يا فندم، أسئلة تانية؟ لا شكرا. أستاذ يوسف اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك أنا كنت بسمع شريط عن أحكام الحج في شريط فيديو يعني، فسمعت عبارة بس عايز أتأكد منها مدى صحتها. يعني بيقول إن الطهارة هي شرط في الطواف وليس شرط في السعي، عايز أعرف مدى صحة هذا الكلام بعد إذن حضرتك. الطهارة شرط في الطواف وليست شرطا في السعي، وليس شرطا في السعي بين الصفا والمروة. عظيم. أسئلة تانية يا أستاذ يوسف؟
نعم نعم حضرتك. أسئلة تانية؟ أي أسئلة تانية؟ ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذ. تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. أعود لحضرتك مرة تانية علشان الصورة تكون واضحة. إحنا اتفقنا مبدئيا إنه الاستطاعة المالية ده شرط أساسي. تمام. عندما يتوفر هذا الركن وجب الحج، مع الوضع في الاعتبار بعض الأمور اللي حضرتك أشرت إليها تفصيلا، نفقة من يعول وما إلى ذلك. المسألة الثانية عشان تتضح لمشاهدينا الكرام، فكرة الاستطاعة البدنية. تمام. هنا آراء الفقهاء تباينت. تمام. حضرتك بتتحدث بداية بتقول إنه بعض الفقهاء ذهبوا لأنه شرط وجوبي، فأنا بقول لحضرتك شرط وجوبي بمعنى إنه إذا استطاع وجب عليه الحج. طبعا. عظيم. يعني لو تصورنا أنه مريض ولكنه بريء من مرضه، خلاص وجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه أصبح مستطيعا ماليا وبدنيا. طيب لو أنه مستطيع ماليا وغير مستطيع بدنيا، بعض الفقهاء قالوا أنه لا يجب عليه الحج أصالة. ليه؟ لأنه شرط وجوب. بعض الفقهاء ومنهم صاحبي الإمام أبي حنيفة قالوا لا، هذا شرط للآداء بنفسه. يعني إيه؟ يعني يشترط لآدائه بنفسه أن يكون قادرا بدنيا على أداء الحج. طب نخرج من الحكاية دي إزاي؟ قالوا من كان غير قادر على أداء الحج بنفسه مع استطاعته المالية عليه أن يوفد غيره لأن يحج عنه. طب لو ما أوفدش حد عنه وكان دايما عنده أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويستطيع الحج، يعمل إيه؟ قالوا إذا ما يعني أخذه الوقت ولم يشفى ولم يبرأ من مرضه عليه أن يوصي أن يحج عنه بعد وفاته. عظيم. وجب عليه في هذه الحالة أنه قبل وفاته يوصي أنه فلان أو يوصي الورثة أن هم بشكل عام يقوموا بالحج عنه بعد وفاته. عظيم. لماذا؟ قالوا لأنه شرط للآداء وليس شرطا للوجوب. طيب هنا في مسألة الاستطاعة فضل الدكتور علي، هل يأثم من استطاع ماليا وبدنيا ولم يؤدي الفريضة، أم أنه تبقى المسألة أيضا اختيارية حسب حسب قناعة المسلم؟ ما فيش اختيارية في الأركان. أركان الإسلام، هذه الأركان هي الأعمدة التي بني عليها الإسلام، وهذه الأركان لا اختيار فيها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. يعني لو تصورنا أن الخمسة دي مش موجودة يبقى ما فيش إسلام. بني الإسلام على خمس، هذه الأعمدة وهذه الأركان لابد من أن تتحقق. وعلى هذا فكلما استطعنا أن نحقق ركنا من أركان الإسلام وجب علينا أن نحققه. وعلى هذا فلو أن إنسانا استطاع ماليا وبدنيا أن يحج ولم يحج فقد أثم. هذا لا خلاف فيه أبدا 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 بين الفقهاء. وفكرة لم يمتنع ولكن مثلا أؤجلها للعام القادم أو بعد القادم، تكاسل مثله كمثل من أذن عليه الأذان فتكاسل عن الأداء حتى خرج وقته، يأثم شرعا. إذن يأثم طبعا. طبعا. طيب فيما يتعلق بمسألة مشقة الحج وحضرتك أشرت إليها، في بعض هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعله ساوى أو قارب ما بين الحج والجهاد، هل هذا يؤشر إلى يعني عظم ثواب الحج؟ طبعا. وفي بعض هديه وربما برضو حضرتك يعني نستوضح منك أكثر وأكثر فيما معناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحج جهاد الضعيف أعتقد، أو الحج جهاد المرأة. نعم. ربما. نعم. ليه؟ لأن الحج فيه مشقة بالغة. الحج فيه ترك الأهل والديار، الحج فيه سفر، يعني الحج لابد أن يكون فيه سفر. تمام. كذلك الحج فيه إنفاق المال، الحج فيه تحمل الغير. نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. تمام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني حتى الجدال حتى في أجرة الحمال في كذا في كذا ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. فتصور حضرتك إنك عايش لمدة أسبوعين أو ثلاثة في أجواء الحج، من وقت ما بنوصل مكة لغاية لما بنخلص مناسك الحج وبعدين نرجع تاني، في كل هذه الفترة حضرتك مطالب إنك تتحمل كل مشقة بدنية أو نفسية تقع عليك. يعني
لو طلب منك اجره غاليه ما بتجادلش في الاجره الغاليه، لو زميلك في الحج تحامل عليك شويه ما بتردش عليه، لو انه حد جهل عليك بكلام يعني يؤلمك نفسيا ما بتردش عليه. كل هذه مع مشقة الطريق، مع مشقة الزحام، مع مشقة التنقل، مع مشقة عدم النوم والراحة في بعض الأوقات، مع مشقة الأصوات العالية التي قد تؤذيك، مع كل هذا أنت ضابط لنفسك ولا تستطيع ولا يجوز لك أن ترفع صوتك ولا أن تغضب ولا أن تجادل ولا أن هنا أن هنا لابد هنا لابد أن نبحث مع فضيلتك ونتأمل ما الحكمة من ذلك أيضا. يعني فكرة أنه يبقى المسلم هكذا سلما على كل شيء يمر عليه يعني. نعم استأذنك في هذا الاتصال. أستاذة منى تفضلي. لو سمحت يا ابني أنا بسأل، إن أنا اشتريت كفل ليا وبقاله كذا سنة عندي، عايز أعرف عليه زكاة ولا معلهوش؟ ربنا يديك الصحة وطول العمر يا حاجة. ماشي، في أي أسئلة تانية يا حاجة منى؟ لا سلامتك يا ابني. سلامتك. ربنا يديك الصحة وطول العمر إن شاء الله في خير دايما. ماشي يا فندم، الحكمة من ذلك فكرة إنه يبقى المسلم هكذا وكأنه نسمة رقيقة يعني تمر على كل من يقابله. لو عايزين نبحث عن الحكمة هنقول أن الحج دورة تدريبية للمسلم لضبط النفس. الحاج يخرج من بيته متوكلا على الله وينفق من أمواله بقدر ما يستطيع علشان يتبلغ إلى الحج ذهابا وإيابا. في كل هذه الفترة يسلم أمره لله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، يتحمل أذى الناس وينفق بلا حساب ولا يجادل في أي شيء، ويصبر ويحتسب ويضبط نفسه ويملك غضبه ويكظم غضبه إلى يعني إلى أقصى درجات الغضب، يكظم هذا الغضب. كل هذا احتساب لوجه الله سبحانه وتعالى، وكأنه التجسيد التام طبعاً لمعنى كلمة التسليم طبعاً لله سبحانه طبعاً وتعالى. لو احنا تصورنا ان في انسان قدر يضبط تصرفاته وأعصابه وانفعالاته كل هذه الفترة من وقت أن يخرج من بيته إلى أن يرجع مرة أخرى مع ما يجد كثير 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 من المشقة وجهل بعض الناس عليه والتعب والإرهاق والمشقة وإنفاق الأموال وغير ذلك، ومع ذلك ضابط لنفسه من أول خروجه إلى حين أن يرجع، هذا الإنسان لو فعل هذا يعني كما أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمره بذلك الحق تبارك وتعالى، هذا الإنسان سيرجع إنسان مختلف. عاد كيوم ولدته أمه طبعاً. جاء ثوابه العظيم يعني. طبعا رجع كيوم ولدته أمه ومحي الذنوب، رجع أيضا إنسان جديد من حيث تصرفاته ومن حيث إدراكه للواقع. تمام. لماذا؟ لأنه قد رأى أنه في مشقة وفي عنت وفي, وفي, وفي تعب شديد، ومع ذلك أراد أن يمر في هذه المرحلة بلا أخطاء. فما باله لو تصورنا بقى أنه هو رجع إلى حياته الطبيعية وإلى هدوئه وإلى السكينة وإلى البحبحة في المعيشة، ما فيش الضغوط اللي كانت عليه في الحج. بالتأكيد لو مر في هذه في فترة الحج ضابط لنفسه سيرجع إلى بيته وإلى أهله إنسان جديد يستطيع أن يتحكم في كل تصرفاته وانفعالاته. عظيم. ومن هنا جاء هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ساوى بين الحج ومشقته وما يلاقيه المسلم فيه. صحيح. والجهاد. نعم. والجهاد طبعا لعله يعني له مكانة خاصة طبعاً في الإسلام يعني. طبعا نفس الحكاية. المجاهد يخرج من بيته بماله ونفسه وقد لا يرجع بشيء، إذا جاهد في سبيل الله وتحمل مشاق الجهاد وصبر وصابر على هذا الأمر ورجع من جهاده بيرجع أيضا إنسان جديد. ليه؟ لأنه قد رأى من الأهوال ما رأى واستطاع أن يضبط انفعالاته وتصرفاته حتى يمر بهذه المرحلة، فسيرجع إنسان جديد بفكر جديد في حياته مع أهله وعائلته وما إلى ذلك. طيب الحاجة نادية أو أستاذة نادية تفضلي. أستاذة نادية تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل عن حج القران. حج بالنسبه للحج القران. القران دلوقتي ان شاء الله انا هطلع على المدينه،
انت هتبدأ ان شاء الله من المدينة ان شاء الله. ان شاء الله. انوي بقى من البيت قبل ما اطلع ولا بعد ما اروح على المدينة وانا رايحة على مكة؟ طيب سؤال تاني. اتفضلي اتفضلي تحت امرك. لو سمحت بالنسبة للمبيت في منى. لازم ابات في منى ليلة مثلا ولا ممكن ان انا اوكل عني حد بالرمي وبعدين بعد كده انزل على مكة؟ عشان انا عندي الم في رجليا مش هقدر اروح ارمي. طيب معايا حضرتك؟ معاك سامعك يا فندم. هو يمكن دي سؤال دايما بيتكرر، فكره المبيت في منى دي. يعني عليا فدوى لو ما بتش في منى؟ عظيم. واحنا ان شاء الله باذن الله يمكن في حلقات قادمه هنتكلم بتفصيل اكتر عن انواع الحج يعني، لكن ان شاء الله سؤال حضرتك فضيله الدكتور علي وجيب عليه برضو علشان قبل ما تسافري تكوني برضو عارفه بشكل عام ايه اللي ان شاء الله هتعمليه، وربنا يتقبل منك ان شاء الله. اسئله ثانيه حاجه ناديه؟ طيب ام خالد اتفضلي. يا ام خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس كنت عايزه اسال فضيله الدكتور لو سمحت. فضيله الشيخ اتفضلي اتفضلي. لو سمحت انا رحت دار الافتاء، رحت دار الافتاء كان عايزه اسال على جوزي اتغير معايا وكده اهوت، وعرف واحده وكده اهوت وشافت ان هي عامله له عمل، فلما رحت قالوا لي اقري الرؤيه الشرعيه مرتين في اليوم واقري آية الكرسي 50 مره. بس حضرتك دلوقتي يعني مده شهرين، طب انا خلال الشهرين دول اثناء الحيض اعمل ايه؟ ثاني حاجه لو سؤال ثاني لو سمحت، انا دلوقتي عشان هو ما يعرفش مش مقتنع بالحكايه دي، فبقرا الرؤيه الشرعيه ان كان في كولمان ولا في ازازه ولا حاجه وبشرب فيها انا وعيالي عشان هو ما يشكش في حاجه. ده بيفسد العمل بيها مفعوله؟ الايه الايه؟ يعني هو نصحها بحط الميه في كولمان في ازازه وبصب منها، ده مفعول الرؤيه بتفسد؟ هي نصحوها دي دار الافتاء نصحتك بكده يا حاجه ام خالد؟ نعم. شيوخنا الافاضل في دار الافتاء نصحوك بده؟ نصحوني بده، بس انا دلوقتي قالوا لك اعملي كده؟ نعم. قالوا لك اعملي كده؟ قالوا لي اعملي كده، بس انا اللي بسال في حضرتك دلوقتي يعني هم قالوا لي شهرين الرؤيه الشرعيه وآية الكرسي، طب انا اثناء في الشهرين دول اثناء الحيض اقرا ازاي الرؤيه الشرعيه؟ ولو ما قريتهاش مفعوله هيفسد؟ يعني اللي انا قريته قبل كده مش هيتحسب ولا ايه؟ حاضر 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 ماشي ان شاء الله. اسئله ثانيه يا ام خالد؟ طيب نعود مرة أخرى للحج. طبعا أسئلة حضراتكم إن شاء الله هنجيب عليها لاحقا، ننتهي بس من بعض الأمور المرتبطة بالحج، وإن شاء الله يكون في حلقات مستمرة بإذن الله على مدار الأيام القادمة إلى أن نصل إلى هذه الأيام المباركات. من فتاوى الناس حديث متصل مع حضراتكم عن الحج وتفاصيله. مرة أخرى مسألة الاستطاعة، مسألة أنه فرض مرة واحدة في العمر فضل الدكتور علي. نعم. أيضا هنا حتى عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة هل نحج كل عام، فصمت مرة واثنين وثلاث مرات. نعم. وفي المرة الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت. نعم. لماذا هل لنا نسأل لماذا فرض مرة واحدة مع عظم أجره على النحو اللي حضرتك أشرت إليه؟ نعم. فرض مرة واحدة لرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. في كل عام؟ فسكت. في كل عام؟ فسكت. فراح عيدها كم مره؟ في كل عام. فقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. نعم. هكذا علل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الحج لو كان واجبا في كل عام لما استطاع الناس. والحقيقه هذه الأيام التي نعيش فيها تصدق قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبح أعداد المسلمين كثير جدا. لو تصورنا أن الحج واجب في كل عام ما كنا نتصور أبدا أن كل هذه الأعداد تتوافد على بيت الله الحرام في كل عام للحج، أكثر من مليار مسلم. فكان الأمر هيبقى شاق جدا وصعب جدا، والناس كانت قد تترك يعني هذه العبادة للمشقة التي لا يستطيعونها. ولذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، هذا يؤكد لنا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده في أن الحج يكون مرة واحدة. طيب لماذا مرة واحدة؟ لأن الحج على خلاف بقية الأركان يتطلب استطاعة مادية وبدنية. كل الأركان الأخرى قد تتطلب استطاعة مالية أو بدنية، يعني مثلا الصيام نعم استطاعة بدنية، الصلاة استطاعة بدنية،
الزكاة استطاعة مالية، إنما الحج استطاعة بدنية ومالية، الاثنين مع بعض. وعلى هذا فكانت المشقة في الحج أعظم من المشقة في بقية الأركان. فلو أن الله سبحانه وتعالى كتب الحج على الناس في كل عام لتضاعفت هذه المشقة، ولما استطاع الناس أن يؤدوا الحج. وعلى هذا فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن كتب عليهم الحج مرة، فإذا حجوا مرة واحدة أجزأهم هذا. ولكن أيضا لعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نصحنا بالمتابعة بين الحج والعمرة. في فرق بقى هنا بين المتابعة بين الحج والعمرة وبين أن يكون الحج فرض في كل عام. لأنه الحج لو كان فرضا في كل عام لما وسع المسلم أن يترك الحج في كل عام، ولو حصل هذا لتلبس المسلم بالمشقة التي لا يستطيع الخروج منها، واللي حضرتك أشرت إليها منذ قليل. تمام. أما المتابعة بين الحج والعمرة هذا أمر اختياري لمن يستطيع هذا ويقدر عليه. وعلى هذا فاللي بيقدر يحج كل سنة أو كل سنة وسنة أو كل 3-4 سنين مرة، أو بيعتمر في كل عام أو في كل عامين أو في كل 3 مرة، هذا بيتابع بين الحج والإيه والعمرة. ولكن هل هذا فرض عليه؟ لا، هو فرض عليه أن يحج إيه مرة واحدة. طب لو حج أكثر من مرة، لأنه قادر ولأنه مستطيع ولأن عنده سعة مالية وبدنية، لا مانع. ولكن هل فرض عليه؟ لا، لم يفرض عليه. لكن المتابعة هنا هل تذهب أو تنصرف فقط على فكرة الذهاب إلى بيت الله الحرام، أم أنه يمكن فهمها المتابعة بالأعمال الصالحات يداوم عليها المسلم أكثر وأكثر؟ لا، الحج لما ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، ده نص على الحج ونص على الإيه على العمرة. ولكن لما نيجي نقارن ونفاضل ما بين الحج والعمرة وبين أعمال الخير الأخرى الذي من الممكن أن نفعلها، دي مسألة أخرى. إذا نص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحج والإيه والعمرة، ولكن هذا لا يغل يد المسلم ولا تفكير المسلم في أن يفكر في أنه قد تكون هناك أعمال أخرى قد يكون ثوابها أعظم من الحج والعمر، زي إيه؟ زي الإنفاق على الفقراء والمساكين والأيتام. لو إن واحد حج مرة أو مرتين وأراد أن يحج المرة الثانية أو الثالثة بعد حج الفريضة، ورأى أن له جار فقير أو طفل يتيم أو كذا أو كذا، وصرف ماله هذا في الإنفاق على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين، نعم، وقال إنه إنفاق هذا المال على هؤلاء يتعدى أثره إلى المجتمع كله، فقال خلاص ما فيش مانع، بدل ما هحج المرة الثانية أو الثالثة أنفق على الفقراء والمساكين والأيتام. عظيم. ما في مانع أبدا من هذا. طيب قبل أن نخرج إلى فاصل، هذا الاتصال من الأستاذة فاطمة، أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس انا كلام فضيله الشيخ معاك يا فندم، سامعك، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ معانا، اتفضلي. انا متجوزه بقالي 3 سنين ومحتفظه بالرشيد الخليفه، وفي الحقيقه يعني انا صعب بينا في الناس، يعني كنت عايزه اعرف لو انا فكرت يعني في الانتقال يبقى عليا زام. معلش سؤال تاني، وريت تعلي صوتك يا استاذه فاطمه، انت حضرتك متجوزه من 3 سنين، بتقولي بقى اللي هيكون عليكي ذنب لو عملت ايه؟ لو فكرت في الانتقال يعني. لا، لو ايه؟ لو فكرت في الانفصال. لو فكرت في الانفصال ايه؟ لو فكرت في الانفصال، ده السؤال. ايه. وعايز اصلا سؤال تاني لو سمحت. حاضر ان شاء الله دكتور علي يجيبك. طيب تستفسر من علي حاجة دكتور؟ سؤال تاني يا استاذة فاطمة؟ طيب استاذن حضراتكم في الخروج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل معكم الحديث في هذه الحلقة وفتاوى الناس. والله انا كنت بسال عن ذكر اسرائيل في القران الكريم، جه ذكره في سوره المائده، وجه ذكره في سوره مريم، وجه ذكره في سوره ال عمران، فعايز اعرف اسرائيل هو مين بالظبط، لان في مقولات بتقول ان اسرائيل مش هو سيدنا يعقوب.
في ناس بتيجي قبل الامتحانات وتصلي، وبعد ما الامتحانات بتخلص ما بتصليش، طب يعمل ايه عشان يواظب على الصلاة؟ انا عايز اسال بس، هو ايه الاستعدادات اللي انا ممكن اعملها عشان يوم الجمعه وكده؟ شروط عشان ابقى مستعد ليوم الجمعه. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، هذه اسئله مشاهدينا في الشارع، واحده من الفقرات اللي نتواصل من خلالها مع حضراتكم اتصال مباشر، وانتظرونا في ربوع مصر الحبيبه، في اي لحظه ممكن تجدوا كاميرا فتاوى الناس بينكم تستمع الى اسئلتكم. فضيله الدكتور علي، اجدد لك التحيه، وكالعاده هذه الاسئله يعني جرت العاده انه مقدمه في الاجابه. اول الاسئله، سائل كريم يسال عن اسرائيل في القران، ذكرت في اكثر من موضع، فمن هو المقصود باسرائيل؟ حتى هو يعني استبق الاجابه وقال انه في بعض الروايات تقول انه ليس بالمقصود به سيدنا يعقوب عليه السلام. هيكون مين غير سيدنا يعقوب؟ سيدنا يعقوب هو اسرائيل، وبني اسرائيل يعني اولاد سيدنا يعقوب، ومن نسل سيدنا يعقوب خرج بني اسرائيل كلهم بشتى طوائفهم وبطونهم، كلهم خرجوا من هذا النسل. نعم. طيب تاني سؤال بيقول لحضرتك، قبل الانتخابات نصلي وبعد الامتحانات لا نصلي، كيف نواظب على الصلاه؟ نواظب على الصلاه ان احنا لما نكون في الامتحانات وقبل الامتحانات نصلي في الشهر اللي قبل الامتحانات، وبعدين نجتهد اكثر في ايام الامتحانات ونحافظ على الصلاه ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى كثيرا بالدعاء. يجب علينا بعد انتهاء الامتحانات مباشره ان نسال انفسنا سؤالا، هل كنا نصلي للامتحانات ام اننا كنا نصلي لله سبحانه وتعالى؟ اجابه هذا السؤال هي التي ستحدد مسارنا بعد الامتحانات. اللي كان بيصلي علشان الامتحان مش هيصلي تاني. لماذا؟ لأنه قد صلى لغاية قد انتهت. أما من كان يصلي لله سبحانه وتعالى طاعة لله وقرب لله سبحانه وتعالى سيداوم على الصلاة، ويعتبر شهر الامتحانات بالنسبة له من باب التعود على أداء الصلاة، وهذا هو الأحسن. حتى لو كنا يعني صلينا عشان كنا مزنوقين شوية في أيام الامتحانات وخايفين من الامتحانات، ما فيش مانع يا سيدي، اتزنق في الامتحان وخاف وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بس لما ربنا سبحانه وتعالى ينجيك وتتم الامتحانات على خير، ما تجيش بعد الامتحانات وتمنع الصلاة. ليه؟ لأنك لو قطعت الصلاة يبقى في هذه الحالة ظهر من سلوكك هذا أنك ما كنت تصلي لله سبحانه وتعالى، أنت كنت بتصلي تحت الرعب والخوف من أداء الامتحانات، فلما زالت عندك رهبة الرهبة والخوف من أداء الامتحانات رجعت ما تصليش تاني. إنما لا، الأحسن أنك أنت تعودت على الصلاة في شهر الامتحانات، مر الشهر بسلام، ولكن اصطحب بقى اصطحب هذه العادة الجيدة اللي أنت تعودتها وهي إقامة الصلاة، فصلي بعد ما تنتهي من الامتحانات حتى تكون مواظب على أداء هذا الركن المهم جدا 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 في الإسلام. عظيم. الاستعداد ليوم الجمعة وهو عيد المسلمين الأسبوعي، هل له استعدادات خاصة؟ طبعا له استعدادات، منها الاغتسال، اغتسال يوم الجمعة هذا سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يغتسل يخرج بقى من الحمام كده، إذا كان بيغتسل بعد الفجر يقوم يخرج من الحمام بعد ما يغتسل ويصلي الفجر ويقرأ سورة الكهف، وبعدين يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأفضل في صلاة الجمعة إن احنا نقوم بدري في صلاة الفجر، نصلي الفجر ونغتسل، أو نغتسل وبعدين نصلي الفجر، مفيش مانع، بس نحافظ على الاغتسال، وبعدين بعد ما نغتسل ونصلي الفجر نقعد نقرا سورة الكهف، وبعدين نشغل نفسنا بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني نحاول بقى نعمل شوية حاجات كده جميلة، إذا كنا مش محافظين على تلاوة القرآن نحاول نتلو من القرآن بقدر ما نستطيع يوم الجمعة. نشغل نفسنا بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشغل نفسنا بسماع القرآن، لو احنا ما بنسمعش القرآن كل يوم، اليوم ده بيبقى يوم أجازة، يوم إيه؟ نسمع القرآن بقدر ما نستطيع. وهكذا نحاول نعمل شوية حاجات كده تؤهلنا نفسيا للذهاب إلى المسجد. طيب قرأنا سورة الكهف وصلينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقوم نعمل إيه بعد كده؟ نبكر بالحضور إلى المسجد علشان نسمع الخطبة من أولها، ما نروحش في الأواخر، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه من بكر في يوم الجمعة كان كمن قرب بدنه
ثم في الساعة التي بعدها كأنه قرب بقرة، ثم بعد كذا 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 غاية لما وصل إلى إيه؟ إلى من يقرب بيضة. فإذا ما صعد الإمام خلاص يعني انصرفت الملائكة إلى سماع الذكر، فمش هيكتبوا حد بعد كده في المبكرين إلى صلاة الجمعة. وعلى هذا فمن الاستعداد لصلاة الجمعة إن احنا دايما يكون عندنا النية للتبكير وبالفعل نبكر إلى المساجد في يوم الجمعة. طيب سؤال على الهامش برضو في هذه المسألة، البعض الناس ربما يأتي على إقامة الصلاة يوم الجمعة، نعم صلاتهم هنا مقبولة؟ هو أدى الجمعة، هو أدى الجمعة لكنه حرم الثواب. حتى لو أدرك الركعتين فقط وأدى الجمعة ما فيش مانع، لو أدرك ركعة واحدة من الركعتين وأدى الجمعة ما فيش مانع، ولكن هل أخذ ثواب من بكر إلى الجمعة؟ وأصل صلاة الجمعة دي كأنها سباق، كل ما نسبق كل ما يكون الحسنات أكبر. تمام. طيب واحد كسلان هنعمل له إيه؟ ضيع على نفسه حسنات كثيرة كان ممكن يحصلها لو أنه ذهب إلى المسجد قبل خطبة الجمعة. عظيم. طيب أستاذ فضيلتك نبدأ في الإجابة على أسئلة مشاهدينا الكرام. أستاذة منا من السويس كانت أول المتصلين ولكنها لم يعني ما كانش عندها رغبة أنها تنضم لينا على الهواء فتركت سؤالها مع الزملاء. بتقول لفضيلتك، معلش أنا برضو نسيت تبديل حضرتك في الفاصل، بتقول لفضيلتك هم بمروا بظروف صعبة وقررت أنها تجوز بنت أختها من رجل كبير في السن، فهل الضغط على البنت أو محاولة إقناعها يعني مفردات كثيرة جدا لمسألة الإجبار، ممكن تسميها إجبار، ممكن تسميها محاولة إقناع، ممكن تسميها محاولة الضغط عليها بأي شكل من الأشكال لهذا الزواج، هل هذا حرام؟ يعني هي عندها بنت وعايزة تجوزها لراجل، بنت أختها وعايزة تجوزها لراجل ظروفهم مسن، ظروفهم صعبة وراجل كبير في السن ربما يكون ثري أو غني يعني، وبالتأكيد البنت مش موافقة. هي صاغت المسألة بأنها بتحاول تقنعها بتضغط عليها كويس يعني. وما دام بتحاول تقنعها أو تضغط عليها يبقى البنت مش موافقة. هذا سؤال فضيلتك حرام؟ حرام لو إن البنت مش موافقة. وأنا بس عايز أنصحها بنصيحة، لو البنت مش موافقة تحاول تقنعها بأسلوب يجعلها تقف فعلا على حقيقة الأمر، هل البنت أصبحت على قناعة تامة بهذا الزواج ولا بترضيهم علشان تخلص من ورطة ومن أزمة هم عايشوها فيها. لو إن البنت اقتنعت حقيقة بأنها ممكن تتزوج هذا الرجل ما فيش مانع. تمام. أما لو تحايلنا عليها في أسلوب الإقناع بأسلوب ممكن يكون تهديدي أو كذا أو كذا، لو ما تجوزتيش مش هنعرف نجوزك تاني، لو مش عارف إيه، إحنا عندنا ظروف صعبة، إحنا كذا كذا، من هذه الأساليب اللي ممكن تجعلها تحت ضغط نفسي شديد والبنت توافق وهي مكرهة من الداخل، حرام. ليه بقى؟ لأنه سيؤدي إلى فساد هذه الحياة الزوجية لا محالة. لأن البنت لو تزوجت وهي غير مقتنعة بهذا الزوج لن تستقيم الحياة بينها وبين زوجها في غالب الأمر، والبنت هتعيش يعني حياة نفسية صعبة جدا 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 بسبب هذا. عظيم. فعليها أن هي يعني تتقي الله سبحانه وتعالى، تبتغي الرزق من عند الله سبحانه وتعالى والسعه من عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون على قناعة تامة بأن الرزق ليس في يد شخص وإنما الرزق في يد الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. أستاذ أحمد من بني سويف، حكم التأمين على السيارات ضد الحوادث. التأمين فيه خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا إن التأمين ده عقد من عقود الغرر وأنه غير جائز لأنه مفيش حاجة فيه مضمونة، ولكن بعض الفقهاء قال إن التأمين من باب التكافل الاجتماعي. يعني إيه تكافل الاجتماعي؟ يعني هنتصف في وثيقة التأمين كلهم أعضاء في جمعية واحدة، وقالوا يا جماعة إحنا متبرعين بهذا المال لمن أصابه هذا الحادث أن نكفل أولاده بهذا الأمر أو نكفله في تصليح سيارته أو في شراء غيرها بهذا المال. نعم. ما فيش مانع. وعلى هذا استقرت الفتوى على أنه التأمين من باب التكافل الاجتماعي وأنه جائز ولا حرج فيه. أستاذ يوسف بيسأل حضرتك، الطهارة شرط في الطواف وليس شرط في السعي، سمع هذه المعلومة فهل هذا صحيح؟ أيوة صحيح. بس صحيح ليه؟ لأن الطواف يقوم مقام ركعتين والركعتين صلاة، والصلاة لابد لها من إيه؟ لابد لها من طهارة. أما السعي فعلى خلاف هذا. عظيم. وعلى هذا فهو فعلا شرط في الطواف وليس شرطا في السعي. أستاذة منى أو الحاجة منى ربنا يديها صحة وطولة العمر، بتقول فضلتك اشتريت كفن ليها
من حوالي سنة، فهل عليه زكاة؟ لا، الكفن ما عليهوش زكاة. طب ليه ما عليهوش زكاة؟ لأن الكفن هو سترة الميت، كما أن الملابس سترة الحي، تمام؟ هل إحنا وإحنا أحياء لما بيكون عندنا ملابس بنخرج عنها زكاة؟ لا، ما بنخرجش عنها زكاة. ليه؟ لأنه متاع وأنه حاجة أصلية، فبنخرجش عنه زكاة. وعلى هذا فالكفن لأنه السترة سترة الميت وهي حاجة أصلية له، فليس عليه زكاة. أستاذة نادية أو الحاجة نادية بتسأل عن حج القران، هي إن شاء الله هتبدأ من المدينة، هتبدأ الحاجة هتزور المدينة الأول ثم تتجه إلى مكة، فبتسأل فضلتك هل تنوي من البيت ولا لا؟ يعني ملامح سريعة، يعني ما تنويش الحج من البيت، يعني لا تعقد نية الإحرام من البيت. ليه؟ لأنها دخلت المدينة ولم تدخل مكة، دخول المدينة لا يحتاج إلى إحرام. طب هي تعمل إيه؟ هي هتزور مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وبعدين وهي خارجة من مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى مكة عند أبيار علي تحرم بالحج من هناك. طيب لما هي هتحج قارن تعمل إيه؟ تنوي حج القران، حج وعمرة، تمام؟ وبعدين لما تدخل مكة هتعمل إيه؟ تقوم بأعمال العمرة كاملة ولا تتحلل بعدها من الإحرام، وتظل على إحرامها إلى أن تنتهي من أعمال الحج، وبعد ما تنتهي من أعمال الحج تتحلل. طيب بتصل فضيلتك المبيت في منى، لازم تبات ليله في منى؟ هذا الامر فيه خلاف بين الفقهاء، وبعض الفقهاء رخصوا في عدم المبيت في منى، فما فيش مانع لو انها وكلت غيرها لان يرمي عنها، ما فيش مانع، من الجائز ان تقيم في مكه. طيب ام خالد بتقول فضيلتك ذهبت الى دار الافتاء في مشاكل بينها وبين جوزها، وطبقا لكلامها بتقول ان هو وجدت ان جوزها عنده عمل، فبرضه طبقا لكلامها نصحت بقراءه اوراد لمدة شهرين، فبتصل فضيلتك أحيانا تأتيها يعني بتكون أثناء الحيض أو عدم الطهارة فتنقطع عن قراءة الورد، فهي الآن هل ده يعني والله هو بصرف النظر عن كون في عمل حقيقي أو ما فيش عمل، أو قد تكون هذه يعني بعض يعني هي مخيل إليها أنه عنده عمل أو ما عندوش، الله أعلم. ولكن في العموميات قراءة القرآن كلها خير، والرقية الشرعية كلها خير، وذكر الله سبحانه وتعالى كله خير، لأن الحق تبارك وتعالى يقول ذكر الله أكبر، يعني أكبر من أي مشكلة. أي مشكلة تقابل أي إنسان لو أنه اجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وأخلص لله النية وأخلص الدعاء، إن شاء الله يعني بلطف الله سبحانه وتعالى ينجيه من كل كرب. طيب لو إحنا عندنا كرب معين وبنجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي تلاوة القرآن، لو إنها عندها فترة من الفترات كالعذر الشهري ده وما بتقدرش تقرأ، ما فيش مانع لا تقرأ القرآن. طب الرقية الشرعية، الرقية الشرعية فيها كثير من الأذكار وليس فيها من القرآن، تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تقرأ القرآن لغاية لما ينتهي هذا العذر. طيب انقطاعها عن قراءة القرآن في هذه الفترة يفسد ما فعلته من أعمال صالحة ومن تلاوة في باقي الشهر؟ لا يفسده، وهي تظل على هذه العبادة وهذا الذكر، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفك عنها كل كرب. طيب برضو أصلا بكلامها بتقول أنه نصحت أنها تقرأ أوراد على ماء وتشرب منه، يعني ما فيش ماء، فبتحطه في إناء أو إزازة وتشرب منه هي والعيال، فده ما فيش مانع. قراءة القرآن على الماء بركة، ما فيش مانع، ما يجراش حاجة. طيب آخر المتصلات، الأستاذة فاطمة بتقول لحضرتك متزوجة من 3 سنين بتفكر في الانفصال، فهل هذا حرام؟ بتفكر في الانفصال ليه بقى؟ لو أنها فكرت في الانفصال لضرر يصيبها ولا تستطيع أن تتحمله، وبعثت حكما من أهلها علشان يكلم الزوج أو يكلم حكم من عند الزوج في حلول هذه المشاكل، خلاص ما فيش مانع. لو أنه لم تجدي كل هذه المحاولات خلاص ما فيش مانع. أما لو فكرت في الانفصال بغير سبب فحرام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أيام امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب تبقى أثيمة شرعا. هي ممكن تقدم أي سبب، الحياة ضغطة، مشاكل، والله هي مسؤولة عن هذا، بحب أهله أكتر مني، يعني كل هذه الأسباب هي مسؤولة عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندها سبب يبرر طلبها للطلاق وكان سبب قوي ويؤذيها مثلا نفسيا وضاغط عليها بصورة لا تتحملها، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنما إذا كانت
من باب أنها متمردة على زوجها ويعني من باب البطر على المعيشة وما إلى ذلك، ده حرام. مردها إلى ربها سبحانه وتعالى. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور علي، ونلقاك دائما على كل خير فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لزميل العزيز تامر صاحبنا مترجما محتوى الحلقة للغة الإشارة. وختاما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.